السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال لقاء الرئيس سعيد أمس بالمجلس الأعلى للجيوش وبعد اتهامه المتجدد لخصومه بالارتماء في أحضان القوى المعادية للوطن، نسأل: ألا يكف المعارضون عن الدعوة إلى العصيان والقول بردة الحريات فيما هم يسافرون ويتكلمون بكل حرية، أم ينتظرون حتى تسقط عنهم آخر أوراق التوت وفق وصف الرئيس؟ هل ارتمى المعارضون في أحضان القوى المعادية للوطن، أم أن صدر الشعبوية لا يتسع لغير الصادقين المخلصين عسكر زواوا في حرب الدونكيشوت التي لا تنتهي؟ ما هذا الورد اليومي من السباب والشتائم تجاه معارضيه ومنتقديه؟ مخمورون، مرضى، أسراب الجراد، خونة، منافقون، باعوا الوطن، ممثلون فاشلون، مصصوا دماء، مستنقع في قلوبهم مرض، مخادعون، إلى آخر القائمة، والقائمة طويلة. هل ذهبت الإجراءات الاستثنائية بورع الرئيس وخلق عمر بن الخطاب، أم أن ما أسماها نور الدين الطبوب اليوم بالشعارات الرنانة والبطولات الوهمية قد أذهبنا صلوات الرئيس السابق أمام الكاميرا؟ يتساءل أحدهم: أليس اقتحام عمال بلدية الكرم البارحة لأشغال المجلس الجهوي إلا نتيجة حتمية لخطابات العنف الرسمي والتشنيع بالمؤسسات وأدوارها؟ لماذا لا يدين الرئيس السحل الإلكتروني اليومي لمعارضيه وللقضاة من قبل صفحات مأجورة تنسب نفسها له ولمشروعه بل ولتنسيقياته؟ خطابات الكراهية وعنف الحشود ظواهر عابرة أم زوائد الشعبوية الصاعدة؟ ألقاكم بعد الجينيريك. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم مشاهدينا. هذا حصاد 24 وحلقة جديدة مباشرة نأتي فيها بإذن الله على كلمة السيد رئيس الجمهورية البارحة خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش، واتهام جديد لخصومه ومعارضيه وربما لحزامه المتساقط من جنباته بالارتماء، وما أسماه بالارتماء في حضن من لا يريد الخير للوطن. إلى أي حد يمكن أن يفهم اقتحام مجموعات غاضبة في الكرم لاجتماع المجلس البلدي بالنتيجة المباشرة لخطابات التحريض على المجالس البلدية، وما خطورة ذلك؟ كيف نقرأ أو يقرأ صدور أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاقها بوزارة الداخلية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها هنا في الأستوديو على ضيفنا علي اللافي المحلل السياسي. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. وعبر سكايب من تونس في هذا الشطر الأول من الحلقة الأستاذ المحامي فتحي العيوني ورئيس بلدية الكرم. أستاذي أهلا وسهلا. مرحبا بكم، تحية لكم ولكافة مشاهدين. يا أهلا وسهلا. وسوف يلتحق بنا بعد قليل الأستاذ الدكتور يسري الدالي رئيس لجنة الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، وهو إلى ذلك دكتور في علم النفس الاجتماعي. إذن نذهب أولا إلى تقريرنا الافتتاحي وعودة للبلاطو مع ضيوفنا الليلة. ديغاج. ما عندنا حتى مشكل، ما حتى انسان، كلكم حبيبنا، كلنا ما عندنا مشكل مع العيون. يا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رفع مجموعة من الأشخاص لشعار ديغاش في وجه رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني عند اقتحامهم لاجتماع المجلس البلدية في دورته العادية المخصصة للمصادقة على الميزانية. وحسب ما ورد في الفيديو فإن هذه الحركة سلمية يراد بها فقط إزاحة العيوني عن رئاسة البلدية وفق ما ورد في حديث أحد الأشخاص، وذلك بسبب عدم استجابة رئيس البلدية لمطلبهم المتمثل في انتدابهم. وأكد المحتجون من خلال ذات الفيديو على عدم قدرة العيوني على قيادة البلدية، موضحين أنه تحيل عليهم واستغلهم لتحقيق أهداف شخصية وفق تعبيرهم. العيوني رد من جهته على هذه الحادثة مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص تتعلق بهم قضايا جنائية ومفتش عنهم لدى السلطة الأمنية، ولا يمكن انتدابهم لعدم نقاوة السجل العدلي باعتبار سوابقهم العديدة. كما اعتبر رئيس بلدية الكرم أن هذه الأطراف تعتمد أسلوب التحريض منذ مدة، إذ أوقفوا الشاحنات البلدية كي لا ترفع الفضلة بالمنطقة، وحين فشلت محاولاتهم انتقلوا إلى وقفة احتجاجية أمام البلدية قبل أن يعمدوا في آخر الأمر إلى اقتحام المجلس البلدي حسب قوله. حادثة بلدية الكرم طرحت عدة تساؤلات حول الاعتداء على مؤسسات الدولة، وفي ظل خطابات التحريض والتقسيم التي لم يتوانى رئيس الجمهورية على إلقائها في كل مرة، لتتعزز بذلك حدة الأزمة ويتعمق شرخ الاحتدام. فعوض تجميع التونسيين استعمل سعيد سياسة التفريق والتوعد والوعيد لتنعكس تلقائيا على السلوكيات الفردية والجمعية، حتى وإن اعتبر البعض أن هذه الحادثة معزولة لا تمثل كل التونسيين وفق بعض القراءات. فكيف سيتم التعامل مع هذه الحادثة؟ وهل أن شعار تطهير البلاد الذي تعلل به هؤلاء الشباب اقتداء بدعوات الرئيس يكون على مثل هذه الشاكلة باقتحام مؤسسات الدولة؟ مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل ملتحق بنا الآن في المباشر هذا حصاد 24. معنا في البلاتو علي الله في المحلل السياسي، وعبر سكايب الأستاذ المحامي فتح العيوني رئيس بلدية الكرم، ويلتحق بنا بعد قليل إن شاء الله في حدود الساعة 9 الدكتور يسري دالي، وكذلك سوف يكون معنا النقابي من شركة تونسية لسكك الحديد، وذلك ليحدثنا على خلفيات الإضراب الذي خاضه اليوم سواق القطارات، مما أدى إلى شلل لحركة القطارات بكامل الجمهورية. سنأخذه بعد قليل الهاتف، يخلي نفسه باتصال إن شاء الله. أستاذ فتح العيوني، دعنا نبدأ من البيان المجلس البلدي ببلدية الكرم الصادر البارحة 30 من نوفمبر. أول نقطة وردت في البيان تعتبر حركة اقتحام البلدية أثناء انعقاد المجلس البلدي سابقة خطيرة تستهدف تقويض مؤسسات الدولة وتجربة الحكم المحلي والمسار الديمقراطي التشاركي للبلاد، وتهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي. يبدو من خلال النقطة الأولى الواردة في بيانكم أستاذ العيوني، وأن وراء هذا الاقتحام ربما دوافع سياسية، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أردت أن أصحح شيئا ما ذكر في مقدمة هذا البرنامج، وهو أن ما ذكرتمه منذ حين، وأن مجموعة من عمال البلدية، والصحيح ليسوا من عمال البلدية، لأنه أردت من هنا أن أحيي عمال البلدية الذين اتسموا بأخلاق عالية وحرفية كبيرة ومسؤولية جسيمة باعتبارهم يؤمنون الخدمات البلدية يوميا، وبالتالي فلا تثريب عليهم في شيء. وإنما هذه المجموعة التي اقتحمت البلدية هي مجموعة خارجة عن عمال البلدية وعن إطارة البلدية، ولا تنتسب للبلدية في شيء، وعددها لا يتجاوز 10 أنفار، وهم من المنحرفين ومن ذوي السوابق العدلية والمفتش عنهم، ومعروفون لدى السلطة الأمنية على أنهم من المجرمين الخطيرين بالمنطقة، وهمهم الوحيد هو أن يلتحقوا بالبلدية وأن يقع انتدابهم. وفي الحقيقة قمنا بتجربة
وأردنا من خلالها أن نؤطر مجموعة من الظواهر الاجتماعية بالمنطقة، واستعملنا لهذا الغرض الأمر عدد 291، وقمنا بانتداب حوالي 60 عاملا وعاملة وموظفا وموظفة بالبلدية، عسانا أن نظفر بشيء من الخدمات الجيدة لتحسن المرفق البلدي ولنحقق شيئا من التوازن الاجتماعي ونقضي على جزء من البطالة. ففي الحقيقة حوالي 57 أو أكثر من قرابة 60 نفرا من هؤلاء اتسموا بالجدية وقدموا المردود المطلوب وتحسنت أحوالهم، ما عدا ثلاثة أنفار للأسف الشديد لم يمتثلوا للأوامر البلدية ولم يتحلوا بالسلوك المطلوب وتعلقت بهم قضايا جنائية فدخلوا السجن على إثر هذه القضايا، مما جعلنا نفسخ تلك العقود التي ارتبطنا بها معهم. ولكن يعني أستاذ فتح العيوني اسمح لي، نعم نحن كان بودنا أن يكون معنا من يمثل هؤلاء أو على الأقل وجهة الرأي المخالفة، فقط على الأقل من خلال حديثكم الأولي هم عملاء سابقون بالبلدية. لا لا، ليسوا عملاء سابقون، هناك ثلاثة فقط من تلك المجموعة عملوا سابقا في البلدية بمقتضى عقود وقتية، وتم فسخ هذه العقود حينما دخلوا السجن لارتكابهم جرائم كبيرة وخطيرة، منها استهلاك المخدرات وترويجها، ومنها محاولة القتل والسطو والنشل والاعتداء على ملك الغير، ولذلك تم إيقافهم عن العمل ودعوتهم لتسوية وضعياتهم، ولذلك لم نتمكن من إدماجهم من جديد، لأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن يدخلها إلا من كان نقي السجل العدلي. هؤلاء أستاذ العيون وأنت المحامي، يعني هذه المجموعة أنت حاصرتها في ثلاث فقط ممن كانوا عملاء سابقين ببلدية والتحق بهم طيف، قلت أنهم لا يتجاوزون العشرات فقط. نعم هؤلاء العشرة واحد اثنى عشر فقط وعشرة عشرة. نعم فقط هم حصلوا على أحكام باتة أستاذ وقضوا عقوباتهم أم ماذا؟ لا الحقيقة هم دخلوا السجن وتعلقت بهم هذه القضايا. إيقاف التهم نعلم بهذا تهم أم جاءنا إشعار من السيد وزير شؤون المحلية سابقا حينما بلغته مكاتبة أو مراسلة من إدارة السجون تعلمه بأن هؤلاء الأنفاق يقبعون بالسجن، ولذلك لا يمكن لنا أن نستمر في دفع هذه الجرايات وتفعيل تلك العقود والحال أن أصحابها لا ينجزون عمل باعتبارهم في السجن، وتم قطع هذه العقود وإيقاف مفعولها، وهي عقود وقتية وهم ليسوا مرسمون، هي عقود وقتية مرتبطة بفترة محدودة في الزمن، ولا يمكننا أن نعيد تلك العقود إلى سالف عهدها إلا بإذن من السيد مراقب المصاريف، لأن الذي يدفع الجرايات ليست البلدية وإنما هو مراقب المصاريف التابع لرئاسة الحكومة، هو الذي يؤشر على دفع تلك الجرايات، ولذلك نحن قلنا لهم أننا لا يمكننا إعادتكم إلى سالف عملكم طالما لم نحصل على موافقة من السيد مراقب المصاريف. نعم أستاذنا وأنت سيد العارفين، يعني أن يكون عمل وقتيين لا ينفي عنهم صفة الوظيفية، وبالتالي ربما من حقهم أن يطالبوا بتسوية وضعياتهم الاجتماعية ووضعياتهم الشغلية، خاصة وأن بعضهم على الأقل تحدث عن كونه كان ضحية تحيل، هل من تفسير أستاذ أكثر؟ لا، هم لما الحاقهم لما كانوا على ذمة البلدية تحصلوا كامل حقوقهم وأمنت كل مصالحهم وامتيازاتهم ولم يخسروا شيئا، لكن كل ما في الأمر وأن وضعيتهم لا يمكن أن تستمر وهم بالسجن لا أكثر ولا أقل، ولذلك هم ليسوا موظفين. الموظف حينما يدخل السجن يقع إيقاف الجراية التي يتحصل عليها، بين المتعاقد يقع إيقاف وعقد الشغل الذي يربطه بالمؤجر، وهذا ما قمنا به طبق القانون. نعم. ولذلك فليس لهم حقوق أخرى سوى أنهم حينما كانوا على ذمة البلدية
كانوا يعملون ويتحصلون على كامل حقوقهم ولم يبخسوا في شيء، وإنما حينما وقع إيداعهم بالسجن توقفت تلك العقود، وهذا أمر قانوني وطبيعي، لأننا بعد ذلك إذا دفعنا جرايات أو مجموعة من الامتيازات أو الحقوق أو المنح فإننا سنصبح مطالبون من قبل مراقب المصاريف على أننا دفعنا أموالا بغير وجه. نعم، لكن عودة على سؤالي أستاذ، عندما يذكر أو يأتي البيان المجلس البلدي البارحة في نقطته الأولى على اعتبار هذه الحركة، نعم اسميتموها حركة اقتحام، استهداف وتقويض مؤسسة الدولة، تجربة الحكم المحلي، يعني هنا إشارة لأن وراء الأكمام ما وراها، يعني هناك ربما خلفية سياسية، هذا ما نفهم النقطة الأولى على الأقل. أنا أريد أن أحيلك في البداية على حادثة اقتحام الكونغرس الأمريكي، وهي حادثة مشابهة، يعني هناك اقتحام لمؤسسة تابعة للدولة وتم فيها قتل وجرح وتهديم وتخريب إلى غير ذلك. نحن لم نكن خارج إطار البلدية ولم نكن خارج إطار العمل البلدي، نحن كنا في داخل حرمة البلدية، هناك حرمة لهذه المؤسسة وهي أحد مؤسسات الدولة، وكنا بصدد العمل وبصدد إنجاز عمل مرفقي تابع الدولة، ولذلك يفترض أن هذا أن هناك حرمة، هناك قدسية لذلك المكان ولذلك العمل ولذلك النشاط، ولكن هذه سابقة خطيرة، أول مرة تقع في تونس، لم تقع في السابق، يعني يقع اقتحام مؤسسة تابعة للدولة وفيها شبه موظفون وعمال ومستشارون يعملون لصالح العام وهم يتمتعون ويحصلون على الضمانات التي يحصل عليها شبه الموظف العمومي، وأثناء أدائهم لعملهم يقع الاعتداء عليهم بتلك الطريقة وتقتحم أسوار البلدية وتنتهك حرمات البلدية، فهذا أمر خطير وخطير جدا، من شأنه أن يفتح الباب أمام هؤلاء المنحرفين وأشباههم لكي يعتدوا على مؤسسات أخرى مثل، وكانت هناك دعوات في السابق مثل هذه، وفي الأمانة تم التصدي لها في السابق من الحكماء، وأنا أستحضر موقف الراحل رحمه الله الأستاذ الباجي قادر السبسي الذي اعتبر أن هيبة الدولة خط أحمر لا يجب المساس به، ولذلك كانت له وقفات شجاعة وقوية حينما تصدى لتلك الدعوات لاقتحام مؤسسة الدولة. ونحن اليوم للأسف الشديد نجد أنفسنا من جديد أمام هذه الموجات الجديدة والصيحات الجديدة والدعوات الجديدة لاستهداف الدولة ومؤسساتها. اليوم الخطير في العملية ليس شخص الأستاذ فتحي العيوني أو شخص أي من المستشارين، لا، هو الرمزية التي يحملها الأستاذ فتحي العيوني باعتباره يمثل مؤسسة عمومية، يمثل الدولة والمستشارون الذين يمثلون جزءا من الدولة ومرفقا عاما تابع للدولة، فالعملية اليوم تستهدف مرفقا من مرافق الدولة، مؤسسة الدولة، يعني أننا بصدد التخريب الدولة التي لها تاريخ لا يقل عن 3000 سنة وعمق حضاري كبير وكبير جدا، أن نرى اليوم أن هناك أطراف تسعى إلى هدمه وتشويهه وضعه وتدعي وأن تريد أن تبني دولة جديدة. نعم أستاذ علي اللافي، دعنا أبدأ من حيث ختم الأستاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم، تحدث بوضوح عما أسماه موجات جديدة لاستهداف مؤسسات الدولة، هل يجب أو هل ترى من الحكمة عدم تهويل هذه الحادثة وأن تكون محدودة في بدايتها، أم أن الأمر وراءه ما وراءه؟ هو ثم بعدين في الموضوع، البعد الأول معناها أنه التجاذبات اللي وقعت في البلاد واللي تقع منذ حركة انقلاب 25 جويلية، وأن هناك تهيئة مثل ما تم التهيئة بخطاب سياسي لنخبة نوم، حتى الرئيس في حد ذاته معناها على الدستور في الأخير تحرق الدستور وده المصلحة البلدي، وبالتالي منطق طهر ومنطق كذا ومنطقة استجلاب فكرة الحشد الشعبي العراقية
عبر ما انها بيان وعبر اشخاص يمثلوا وعبر ناس يمارسوا في نفس الممارسات هذه تتحول اليوم في بلدية الكرم غدوة راهي باش تقع في اماكن اخرى. معناها غدوة مش غريبة، الناس تمشي المقر اي مقر منظمات واحزاب ومعتمديات ومعناها وزارات والى اخره. وبالتالي انا اعتقد انه البعض يتحمل مسؤولية الدفع الى مثل هذه الممارسات. وعملية الغاء وزارة الشؤون المحلية ممكن انت مش تأتي عليها معنا في البرنامج وغيرها، راهي هي فكرة انه معناها رانا باش نفكوا المؤسسات الكل بما يعني ما يسمى بالتنسيقيات، وهي تنظيم غير معترف به. نعم، اذا كان ما ثم اعتراف به قولوه لنا وينه جيبوه لنا معناها. لكن تنسب نفسها او تحسب نفسها؟ لا، تو انا نحب نقول حاجة، كل البلاد تحكي على التنسيقيات، الاعلام والسياسيين والخطاب وغير تحكي على التنسيقيات، بل اكثر من ذلك. هل هناك شيء اسمه التنسيقيات في قوانين الدولة التونسية؟ وكالات صبر الآراء تحتسبها في تعدادها، بل أن وكالات صبر الآراء يعني حبيت نقولك هي أصبحت وظيفية. هذه بالنسبة لي الزرقوني ومؤسسته يعملوا في عمل سياسي مبطن تحت لافتة صبر الآراء، وبالتالي فالزرقوني ومؤسسته يقوموا بدور وظيفي لتغيير معادلة سياسية بلافتة نتاع صبر الآراء لا أكثر ولا أقل. وبالتالي فهو في حد ذاته الزرقوني سام في هذا. الزرقوني عليه أن يفهم أيضا هو أمثاله أنه هل التنسيقيات حزب قائم هي؟ مش معترف به قانونيا. من الأصل فيه هو تنظيم متطرف، هذا خارج عن القانون، خارج عن القانون، لا يخضع لا لقانون الأحزاب ولا لقانون الجمعيات. أي، لا يخضع إليه. لا لا لا، اعطونا جمعيه اسمها التنسيقيات ولا حزب اسمه التنسيقيات ولا اي حاجه اخرى اسمها تنسيقيات. قانونيا ليس توجد اسم التنسيقيات. من حق الرئيس في حملته الانتخابيه يعمل عباده ناصره، بعد هذه العباد يجب ان تتنظم داخل احزاب وجمعيات. مرحبا، نعاونوهم ونساندهم في اي نشاط داخل مربعات جمعيه معينه او حزب معين، واللي مشي عندنا نروح في حزب. طيب، ألا يكون أنه عندما يصرح الرئيس في أكثر من مرة بأنه لا يعترف بهذه الوساطات، هو فلسفته لا يعترف بوساطات الأحزاب، ألا يكون هذا الحراك يعني الحاجة المش واضحة دي غير قابلة للتلمس؟ الرئيس لا يعترف بهذه التنسيقيات، والرئيس قال بوضوح ما عنديش حزب يمثلني. لكنه يا أستاذ بشوي لحظة وجاي، بالتالي على وزارة الداخلية وعلى النيابة العمومية أنها تكون واضحة في أن أي ممارسة تمارس بحزب غير معترف به أو جمعية غير معترف بها ليس من حقها أن تقوم بأي نشاط. وبالتالي معناها الحديث على هؤلاء الناس مش كل مثلهم الناس، هذين من حق عامل يدافع حقوقه عبر محام وعبر القضاء، يا أما ينصوا ضد سي فتح العيوني ولا ما ينصوش. فالقضاء هو الفيصل بين الناس، هو الذي يشتكي له الناس عندما يختلفون. وبالتالي منطق أن يتوجه مواطنون إلى معناها مؤسسة بلدية معناها موجودة منذ سنوات تخدم في المواطنين وتقدم لهم خدمات، وسي فتح العيوني بغض النظر على الموقف منه هذا الرجل أكثر واحد من أكثر بلدية خدمة الناس وخدمة الكرم، وكان الزرقوني يمشي يعمل استفتاء ننصح الزرقوني يسيب عليهم المنطقة خدمة بعض أطراف إقليمية ودولية بهذه الاستفتاءات اللي طلع فيها في عبير وحزبها، وهو حزب انتهى أصلا يوم 25 عندما انتقل أنصاره إلى مربع آخر، وما عاش يحكينا على حزب هو غير موجود قانونيا. يعني ننصح يمشي يعمل استفتاء في الكرم ويشوف معناها هل أهالي الكرم راضون على إجازات رئيس البلدية الحالي ولا مش راضين؟ ليش هذا؟ أما منطق ممارسة السياسة بغطاء آخر، أنا أعتقد أنه الخطاب التحريضي الذي أدى إلى حرق الدستور بحركة استفزازية بتلك الطريقة من طرف بعض شواذ مواطنين أراه الخطاب نتاع التطهير والاستعداء ومنافقين وإلى آخره من الأوصاف التي لا تحصى وتعد، أراه تؤدي إلى كوارث أخرى. وراه صحيح عندنا مؤسسة مهنية أمنية مهنية معناها
معناها تقوم بدورها، ولكن راهو مخاطر الخطاب. ما كنت بتحكوا على اساس ان الارهاب نظر له بالكلام وتم الاعداد اليه الى تهيئته. اما لا اليوم الممارسات بتاع اقتحام المؤسسات وما هذا كله، ما هو تم الترويج له ايضا عبر خطاب استعدائي اقصائي استئصالي. راهو المواطنين فرحوا على 25. ليش فرحوا؟ لانه يعتقدوا انه مش يصير تحول. يعني البطاطا بلف بلف نحسبوا باش ترجع 500، طلعت 1480 و2000 و3000 في برشا بلايص. وبالتالي انا هذا المنطق اعتقد انه يجب ان يقف عنده. وعلى كل رؤساء البلديات وعلى كل الوزارات اللي تحمي في البلاد على غراء المؤسسه الامنيه والعسكريه ان تنتبه الى ان هذه الممارسات راهي ليست في صالح تونس ولا التونسيين ابدا. نعم استاذ العيوني. استاذ الفتحي لا اسمعك. نعم نعم، مع الإدانة التامة لمثل هذه السلوكات على الأقل من حيث المبدأ، وذكرت موقف الرئيس الأسبق الباجي خالد سبسي في حدة التجاذبات السياسية حينها، وكان موقفه صارما من أنه لا يجب، قد تختلف سياسيا مع أي طرف، لكن خط الأحمر هو الاعتداء على المؤسسات، قد نذهب إلى خط اللاعودة لقدر الله. هو صحيح أن هذه السلوكات فعلا قد تخرجنا من 3000 سنة حضارة إلى مربع لأربع شهور، هذا هو متاع ما يسمى بتصحيح المسار. لكن فعلا خلنا نرجع لك للنقطة الأولى، قد يكون من الحيف فعلا أن ننسب ربما هذه السلوكات وهذه المجموعات إلى الرئيس، حتى وإن كانت النقطة الأولى في بياغ المجلس البلدي فيه إشارة ضمنية إلى ما يستهدف تقويض مؤسسة الدولة. ورئيس الدولة الحقيقة في الأيام الأخيرة تحدث عن ضرورة تطهير، بل أنه دعا الصادقين إلى تطهير المؤسسات من الفساد. هل من علاقة؟ أبدا، نحن لم نستهدف السيد رئيس الجمهورية في خطابنا أبدا، وليست حتى هناك إشارة لا ضمنية ولا صريحة. نحن كل ما قلناه أن هذه السلوكات الجديدة التي تتمثل في التعبير عن المطالب مهما كانت شرعيتها عبر ممارسة أشكال فوضوية تتمثل في اقتحام مؤسسة الدولة، قلنا أن هذه الظواهر خطيرة من شأنها أن تقوض مؤسسة الدولة وتضعفها، لأنه إذا استبيحت البلدية بذلك الشكل واستبيحت مؤسسة الدولة بذلك الشكل وأصبح كل من هب يدخل بتلك الطريقة للبلدية، يعني يتسول سياجها ويخلع أبوابها ويقتحم مجالسها بتلك الطريقة، كيف تريد للدولة أن تستمر وأن تنفذ قراراتها وأن تقوم بإنجاز أي أمر ما؟ ولذلك نحن لا نستهدف رئيس الجمهورية، ولكن نستهدف سلوكا رعوانيا، سلوكا هجينا خطيرا مشينا يجب أن نتصدى له. وهذا السلوك هو ثمرة لهذه الخطابات الجديدة اليوم التي تتعمق يوما بعد يوم ومن تحرض فئة معينة من المنحرفين على الدولة. اليوم حتى المطالب التي تقدم بها هؤلاء هي ليس لها علاقة بالبلدية، لأن البلدية حددتها مجلة الجماعات المحلية، حدد صلاحياتها وحدد اهتماماتها والمطالب محدودة. إذا كان الأمر يتعلق برخص وبمشاكل أجوار أو بنظافة أو بأضواء أو بطرقات، هذا كله يتعلق بالبلدية. أما كل المشاكل الاجتماعية ليس لها أي علاقة بالبلدية، والبلدية ليست مؤسسة تشغيلية، والبلدية لا ليست مؤهلة لأن تحل المشاكل الاجتماعية بالمنطقة. اليوم بمقتضى القانون وبمقتضى منشور صريح من السيد الوزير يحيل كل المسائل الاجتماعية إلى السيد المعتمد وإلى إلى إلى الجهات التابعة للجهات المركزية. ونحن في وقت ما أردنا أن نساعد بعض الفئات الاجتماعية وخصصنا ضمن الميزانية حوالي 20,000 دينار لنوزعها تلك العائلات.
فاجأنا الرد من السيد مراقب المصاريف ليعلمنا بأن طبقا للمنشور الصادر عن السيد الوزير فإنه لا يمكنكم كبلدية أن تصرفوا أموالا لفائدة الضعاف الحال أو ذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة، وإنما أنتم فقط مهتمون بما خولته لكم المجلة من صلاحيات تتمثل بالأساس تلك البنية التحتية من أضواء وطرقات ونظافة وغير ذلك. أستاذ عيوني، نعم سيدي، نتمنى أن نجد فرصة ربما الحديث على إنجازات بيت الكرم، هذا ليس موضوعنا وممكن أن نكبرها. فقط تحدثتم عن الموجة الجديدة، جديدة بمعنى ماذا يعني؟ قلت بمعنى ما تراه اليوم، هناك خطاب تحريضي. من صاحب هذا الخطاب؟ دعنا نتحدث بصراحة يا أستاذ. أنا شوف، أنت ترون أن هناك خطاب تحريضي على البلديات، هناك مثلا استهداف لبلدية صفاقس، هناك استهداف وقت سابق من قبل من يا أستاذ؟ من قبل من الاستهداف هذا؟ شوف يا سيدي الكريم، من قبل من؟ هناك صفحات، هناك أشخاص يريدون أن ينسبوا. أنا شوف، طالما أن ليست هناك جهة قد تبنت هذه الخطابات وهذه الدعوات، فلا يمكن أن يقول أن أقول صراحة وأن هؤلاء هم الذين يتبنون أو يدعون إلى ذلك. هناك أشخاص ينسبون أنفسهم إلى رئيس الجمهورية، وهناك ينسبون إلى، لكن في الحقيقة ما نراه، أنا أعالج الظاهرة بشكل آخر، وقلت في السابق، وأنا من ناحية القانونية، وهذا يعرفه علماء الإجرام وعلماء القانون، وأنه حينما تشتد الأزمات الاجتماعية تظهر ظاهرة جديدة، وهي ظاهرة الجرائم المنظمة لكريم أورغانيزي. والجرائم المنظمة هذه هي تلك الجرائم الغير التقليدية التي تتصرف وفق الأزمات، بمعنى أنها تتشكل منها مجموعات تستغل الأزمات الاجتماعية فتتصرف وتنقض على بعض المرافق الأساسية لتنهب وتسطو على ما تقدر عليه. نعم، جميل أنك تنقلنا إلى الحديث عن الظواهر الاجتماعية، واسمح لي أن أنقل نفس السؤال إلى الدكتور يسري الدالي، هو دكتور في علم النفس الاجتماعي. دكتور يا أهلا وسهلا. وسهلا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بجميع المشاهدين. يا أهلا وسهلا، خليك نسمعوك دكتور، ريح روحك على الكرسي نسمعوك. مهم جدا أن ينقلنا أستاذ فتح العيون على الأقل في مداخلته الأخيرة إلى أن هذه الظاهرة ظاهرة اجتماعية. أنا شخصيا هذا مهم، كنت كتبت تقريرا فكريا لموقع عربي 21، الموقع اللندني، منذ أكثر من سنة، كان عنوانه قصر الرئاسة بتونس والعوام أنسنة أم تجريف للوعي الديمقراطي، وكنت مساهما في ذلك التقريب موقفكم، وربما لذات السبب أنا استحضرتكم وسعيد بقبولكم الدعوة. تحدثتم حينها على كون استقبال السيد رئيس الجمهورية لكل الوفود، هذه الوفود التي تأتي من كل صوب وحدب، تأتي راجلة من قصرين وقفصة وغيرها، وقلت أنه هذه الحركات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لها ما بعدها. واليوم عندما نلحظ للأسف الشديد على الأقل رئيس الجمهورية، وحتى وإن لم يثبت أبدا وتبرأ، يثبت أبدا انتماء هذه المجموعات للسيد رئيس الجمهورية، على الأقل للأسف الشديد لم نرى إدانة صريحة من قبل السيد رئيس الجمهورية لكل هذه الصفحات الفيسبوكية للأسف الشديد التي تشن حملات تشويه كبيرة، ليس للسياسيين ولكن حتى القضاة. هل من ربط يا أستاذ وفهم محاولة فهم هذه الظاهرة الاجتماعية؟ شوف سيد حسين، هو يعني الاقتداء بالرئيس ولا الاقتداء بالسلطة العليا، أستاذ دكتور نعم. اسمح لي تسمع فيها؟ اي نعم، فقط خذ راحتك على الكرسي، خذ راحتك على الكرسي، معنا نرجع بالتوالي. اي هكاك، الله ينورك. يلا دونك شوف، ما نجموش نحلوا الظاهرة هذه من غير ما نحكيوا على النمذجة. والنمذجة في علم النفس الاجتماعي تنبني على أنه دائما رأس السلطة أو القائد
يكون نموذجا لتابعيه، يكون نموذجا لمناصريه. فإذا ما انتهج القائد واستعمل خطابا عنيفا وخطابا فيه عدوانية وخطابا مثل ما نسمعه كلما يظهر رئيس الجمهورية في على شاشة التلفزة، إلا وسمعنا منه كلمات مثل جراثيم، خونة، سباع، ضباع، وحوش، شياطين، مياه آتنة، يعني الأكيد أنه هذا يؤثر سلبا ويؤثر في شخصية التابعين وشخصية المناصرين، ويفهمون هذا الخطاب فهما وكأنه تحريض، وكأنه يعني يتبنون أو يستدمجون باللغة علم النفس، نحن نقول يستدمجون يعني خطاب الرئيس، ويستدمجون أفكاره، ويستدمجون آراءه، ويستدمجون ما يدعيه على الآخرين. وهو الأخطر في ذلك أنه يعمم خطابه على الجميع. فالأكيد أنها لن تبقى على مستوى الاستدماج أو التبني، وإنما يمر المخاطبون إلى بعد الاستدماج إلى التفكير في هذا، ثم تبنيه كشعور، ثم تبنيه كسلوك. وللأسف حين يتبنى كسلوك فهناك ترجمة لهذه الكلمات التي يقولها رئيس الجمهورية، ترجمة هذه نراها على وجه الأرض، نراها في الواقع، نراها في الصفحات الفيسبوكية التي اليوم يقول نسمع في السيد فتحي العيوني رئيس البلدية، وأحييه في المناسبة وأعبر عن تضامني معه، وهو يقول أنه لا يعرف ولا أحد يتبنى هذه الاعتداءات. انظر صفحات سيد فتحي العيوني، صفحات التي تنشر عمليات السحل أو الطرد أو التهجم بقوة على بلدية الكرم، وستعرف من يتبنى هذا الفعل المشين، يتبنى هذا الفعل المشين هم أنصار رئيس الجمهورية. للأسف هم صفحات الموالية التي كل يوم تهاجم وتترجم كلمات رئيس الجمهورية إلى أفعال وإلى أقوال عدوانية وإلى تحريض وإلى فتنة وإلى كل ما هو يمكن أن يسبب هذه المظاهر، مظاهر العدوانية ومظاهر الاعتداءات ومظاهر أنا أقول هذه البريميس متاع حرب أهلية، يعني بوادر، وأقولها وأعين أقول أن هناك بوادر اليوم، بوادر حرب أهلية. إذا ما لم يراجع السيد الرئيس نفسه وغير قليلا في خطابه، لأن رئيس الجمهورية كما قلت سابقا هو قدوة لغيره، هو قدوة لأنصاره، والمفروض أن يقتدي به في سلوك يعني غير عدواني، في خطاب غير متشنج، في خطاب غير عنيف، خطاب لا يتهجم فيه على الآخرين. يعني هذا ما أولا ومبدئيا ما يمكن الحديث عنه بالنسبة لكيف لرئيس الجمهورية أن يعني أن يكون قدوة لأنصاره. نعم، اسمح لي أعود للأستاذ فتحي العيوني. الحقيقة أستاذ بادي بوضوح تحفظكم ربما الزائد على اللزوم، أنتم محامي ولكن لك حقكم هذا، لكن اليوم هذا الاستهداف لم يقع في مكتب محاماة فتح العيوني، لم يقع في منزل فتح العيوني الخاص، وإنما عندما يقع هذا الاعتداء وسميتهم بالميليشيات أو هذا المنحرفين، إنما وقع في مجلس بلدي وعلى أعضاء وأثناء انعقاد مجلس بلدي
بل أني استمعت إلى تصريحكم لإحدى الإذاعات تقولون أنهم تصوروا المكان، يعني كانت الأبواب مغلقة وإنما تصوروها، يعني قفزوا فوق الجدران. هذا الفعل عندما يتزامن يا أستاذ العيوني مع تصريح سابق لرئيس بلدية صفاقس عندما وصف الهجوم غير البريء على البلديات، صراحة هل هناك ربط عضوي حتى لم يكن ربط تنظيمي بين ما يقع هذا وبين ما يتعرض له السلطة الجهوية، خاصة بعد الأمر الرئاسي الأخير الذي أدمج السلطات الشؤون المحلية في وزارة الداخلية؟ أنا أتكلم بوضوح أستاذ العيوني، وأنت أهل الوضوح والصراحة. طيب أستاذ علي، الحين إن شاء الله أتمنى عودة الأستاذ العيوني، خلينا نسأل، هذا الورد اليومي يا أستاذ مع تقديرنا ربما لحماسة السيد رئيس الجمهورية، وهذا مطلوب جدا في المسؤول السياسي أن يكون صارما في المطالبة بالمحاسبة، لكن عندما يتردد من يوم إلى آخر هذا ما يسمى بالورد اليومي من السباب والشتائم، هل ذهبت الإجراءات الاستثنائية يا أستاذ علي بورع الرئيس وخلق عمر بن الخطاب؟ واليوم الطبوب يتحدث عن ما أسماه بالشعارات الرنانة والبطولات الوهمية، هل أذهبت هذا الوضع بالرئيس حتى بدا يعني مرتبكا لهذا الحد؟ أولا الرئيس من حيث المبدأ هو يجب أن يكون جامعا لكل التونسيين، اللي معاه واللي ضده. رئيس الجمهورية أنا ضده في إجراءاته متاع 25 و 22 سبتمبر. نعم. كنت أتمنى أن تكون 25 مناسبة للقطع مع التجاذبات السياسية ومرحلة بناء وإحدى إصلاح، خاصة الرئيس كان تعايش مع الوضع سنتين كاملتين، فلماذا اليوم يتخذ منهج جديد؟ المهم في الأخير أنا ضد الرئيس، لكن الرئيس هو رئيس لكل التونسيين بما فيه مانا، رئيس منتخب ومؤسسة. نعم. من حقي أن يكون الرئيس منصفا لي مثل ما يكون منصفا لأنصاره، لأنه جامع، الأصل أن يكون جامعا. أما عندما يدفع الرئيس في أن يقول منافقون مبتزون مبتذلون إلى آخر من العبارات، الجانب الثاني السيد نور الدين الطبوبي تختلف معه وتتفق معه هذا شيء آخر، لكن السيد نور الدين الطبوبي معروف عليه لا يتكلم إلا إذا فاضت الكأس، وبالتالي خطاب الرئيس في الأيام الأخيرة أن رئيس عوض أن يكون جامع لكل التونسيين يبدأ يتحدث عن المنافقون. شكون كنت باش تحدث شكون منافق شكون مش منافق؟ أنت رئيس مطلوب أن تحمي الدستور وتحمي البلاد، أنت منها رئيس قوات المسلحة ومسلمة العسكرية وزادة الأمنية من عنده في رؤيته، هو الأصل في أنه لا يفرق بين التونسيين، معناه هو جامع للليبرالي واليساري والقوم العربي واللجنة الثورية وكل الطيارات السياسية جامع لها، الأصل أنه هو يجلس الناس على طاولة الحوار ويتحاوروا معهم، وأخشى عليه أن يقع الحوار وأن لا يتحاور معهم. سلوك هذه اسمح لي هذه ميليشيات بين ظفرين، يعني في الذهنية التونسية والذهنية العربية ثم تجارب سيئة جدا، اقتحام هذه مجالس بلدية واقتحام مؤسسات بعينها. وبرقيبة كيفاش صف اليوسفيين؟ ما هو بورقيبة صفاهم باللجان الرعاية وجيب بن علي يعمل لجان الأحياء الصياح، هذا المنطق إيه الصياح هو اللي كان مسؤول الميليشيات في الحزب الحاكم. نعم. حتى أنه عرف معناها بأنه هذه الميليشيات يتحكموا فيها بنفسه، معناها في الأخير خلاص طلعنا بحكاية الصباط، قالوا سيد الرئيس لقينا لك حذاء معناها في التاريخ. إذن أخشى على الرئيس سعيد أن يكون البعض من المقربين منه يدفعونه إلى تلك المربعات فيعتقد أن مثال القذافي يمكن أن يعاد في تونس، على كوارثه هو لن يعاد، لأن الأرضية غير الأرضية، التوانسة مش ممكن يحكموا فيهم لجان شعبية وإلى آخره، التوانسة ما تنجمش تقنعهم إلا بخطاب فكري حضاري. وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس والذين منها خاصة منها مستشاريه أن ينصحوا بأن يقلع على هذا الخطاب وأن يتخلى على هذه المفردات،
نتاع النفاق. راهو مفهوم الوطنية مش ممكن يجي واحد يقول أنا وطني والآخر مش وطني. الآخرين هذو راهم متحالفين مع داء الوطن. إما كيف هم متحالفين مع داء الوطن هزهم للحاكم وحاكمهم يدوم القيادة العظمى. فاش تصدق أخوي العزيز أنت؟ إذا كانوا هذو فعلا هم أعداء الوطن هزهم. خلنا نوقفوا معاك انا، اذا كان ثم واحد عدو للوطن خلنا نتصدوا له. ثم شنو الابهام هذا؟ هم وهم وهم واعداء الوطن وتحالفونا مع اعداء مع اعداء الوطن. انا اعتقد يا اما يسميهم ان اعداء الوطن شكون هم فهمتني، والذين يتعاملون مع اعداء الوطن يسميهم الناس هذا ويحسب الموضوع. اليوم من 25 جويليه حتى ال 25 نوفمبر، انا سبع ايام بعد 25 نوفمبر معناها يعني بعد اربع اشهر، ولم نرى إلا خطابا تقسيميا يقسم في التوانسة ويوجه في التهم في كل الاتجاهات. المنصة الصواريخ تخرج ولكن لم نرى الهدف أين هو. نعم أستاذ الدكتور يسري، وأرجو إعلامنا إن كان الأستاذ العيوني لا يزال على أستاذ العيوني على الخط. أهلا وسهلا. مرحبا سيدي. مرحبا. نعم معذرة، دعني أعيد نفس السؤال. يعني عندما تتزامن هذه الفعلة الشنيعة، ودعنا نكون صريحين على الأقل من خلال الهجوم على المؤسسات بغض النظر على موقف القضاء وليحسم، عندما تتزامن هذه الهجمة هذا التصور وهذا الهجوم على مجلس بلدي أثناء انعقاده، عندما تتزامن مع ضم وزارة الشؤون المحلية ووزارة الداخلية وتهديد للسلطات أو ما أسموه بتهديد للسلطات المحلية والبلديات في حد ذاتها باعتبار البلديات لم يحل بعد، هل يمكن ثم ربط عضوي؟ هو في الحقيقة هو الأمانة هو مسار كامل، يعتبر هذا المسار متميز في تونس حينما تم إحداث الباب السابع بالدستور، وهو الباب المتعلق بالسلطة المحلية، وحينما منح للمجالس المحلية صفة السلطة لتصبح هناك أربع سلطات لا ثلاثة التقليدية المعروفة التنفيذية والتشريعية والقضائية. لا وبذلك فإن هذه السلطة المحلية اليوم كان يفترض أن ترافق هذه أن يرافق هذا الخيار الجريء والوطني والثوري إجراءات أكثر تقدمية، بمعنى أن وزارة الشؤون المحلية حينما تولت هذا الأمر على أساس أنها سلطة مرافقة للمجالس المحلية، هي في الحقيقة قد انطلقت في هذا العمل، وكان يفترض أن تكمل هذه المهمة أو تكتمل هذه المهمة، لكن نتفاجأ اليوم بهذه الخطوة، الخطوة التي فيها تراجع للوراء. في الحقيقة إلى حد هذه اللحظة ليس هناك، أعتقد أن هناك أو مراسيم أو شيء هذا القبيل من شأنه أن يسحب بعض السلطات عن المجالس البلدية، ولكن للأمانة هناك بعض الإيجابيات أرى ربما إذا كان هناك خيار بأن تتجه هذه السلطة اليوم إلى وزارة الداخلية، بمعنى أن تصبح وزارة الداخلية تمنح عديد الصلاحيات باعتبار أن الشرطة البلدية هذا الذراع الأساسي الذي تشتغل به الشرطة تشتغل به السلطة المحلية، هذا اليوم إلى حد الساعة هو ليس على ملك رئيس البلدية. إذا كان ستتولى وزارة الداخلية اليوم التنازل عنه لفيت رئيس البلدية ويصبح رئيس البلدية حقيقة له هذه الصلاحيات التنفيذية الحقيقية إلى جانب ما لديه من صلاحيات دستورية من استقلالية مالية وإدارية وسلطة تدبير حر، فأعتقد طيب هذا إيجابي. ولكن إلى الآن نحن ما زلنا نراوح مكاننا كبلديات باعتبار وأن هذه اللحظة لم نرى سواء حتى من وزارة المحلية أو حتى وزارة الداخلية إلى حد هذه اللحظة شيء يحسب لفائدة الجماعات المحلية. لا تزال الدعم المركزي لفتح السلطة المحلية ضعيف وضعيف جدا، بل تراجع إلى أدنى حدوده. ثم إلى ذلك أن هناك صلاحيات من منح تلك الضابطة العدلية لرؤساء البلديات نعم
للأسف الشديد انقطع الاتصال بأستاذ العيوني. دعني أعود لكم الدكتور يسري الدالي. تحدث الأستاذ علاثي بعد 4 أشهر كاملة ولا زال السيد رئيس الجمهورية يكرر على مسامعنا وفي كل جلسة، واليوم للأسف الشديد بحضور المجلس الأعلى للجيوش، عوض أن انهمك ربما في أمس عوض انهماك في مواضيع تهم الأمن العام وغيره، بعد 4 أشهر كاملة ألا يمكن أن نفهم أنه ثم إرادة للتوظيف السياسي لهذه الشعبويات؟ هو يعني لما قام بخطابه أو لما خطب فينا في 25 جويلية كان بمحضر الجيوش والأمنيين أو العسكريين والأمنيين، وكان قد وضع دبابته داخل مقر المجلس النيابي وأغلقه، وكلما يريد أن يروع خصومه ومنافسيه وخاصة أعضاء مجلس نواب الشعب حين يتحركون هنا وهناك، وخاصة على إثر انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم يعني أشغاله يوم أمس، وقد كان حضاره طلة من نواب تونسيين في الخارج عن ائتلاف كرامة، عن النهضة، عن قلب تونس، إلا وخرج علينا رئيس الجمهورية للأسف أمام الجميع وهو محاط بإطارات تامية للجيش أو للأمن، وهي رسالة يبدو أنه مفادها أنني محاط بالقوة العسكرية التي تساندني والتي تمنحني القوة وتمنحني السلطة، وهي رسالة ظاهرة للعيان أنه سيبقى وأنني موجود وأن السلطة التنفيذية يجب أن تكون قوية ونحن أقوياء إلى غير ذلك من التحاليل التي يمكن تحليلها. لكن ماذا اسمح لي، ماذا عن تكراره الأوصاف ونعت المعارضين بهذا السباب وخونة ويتعاملون مع الخارج ولست منهم؟ نعم، وبعد 4 أشهر كاملة إذا كانت لديه وإذا كان يملك ملفات قضائية الأصل فيه يحيلها القضاء وهو المتحكم اليوم بالسلطة التنفيذية وبالنيابة العمومية، هل يراد توظيفها التوظيف الإعلامي والشعبوي أكثر منه محاسبة؟ هو في الأصل عندما يجتمع رئيس الجمهورية بالجيوش أنهم يتحدثون عن الخطط الاستراتيجية لوزارة الدفاع والدفاع المدني والصحة العسكرية ومدى مساهمة الجيوش في بناء الدولة الوطنية وحماية حدودها وحماية اختراقاتها من الجواسيس، ولكن في الأصل أنه لا يحكي ولا يتحدث لخصومه ويشتمهم ويسبهم بهذا الشكل، ويعني هذا حقيقة ليس، أنا لا أراها أنها شعبوية، إنه بل هو حقيقة يعني بصريح العبارة معناها هو يفرض نفسه ويقول نحن موجودون، وممكن أنه يمكن أن يصعد في خطواته في تعامله مع أعضاء مجلس النواب الذين يعارضون الانقلاب والذين يريدون أن يعودوا إلى البرلمان. ما لا ننسى حديث السيد رئيس مجلس النواب الشعب قبل 3 أيام عن عودة البرلمان أحب من أحب وكره من كره،
وقوة الخطاب الذي قاله في بنزرت السيد راشد الغنوشي، لكنه لم يكن محاطا بالعسكريين ولم يكن محاطا بالجيوش، فهذا رد أعتقد هذا رد وليس شعبوية وليس شعبوية، هذا رد على خطاب رئيس مجلس النواب، هذا رد على مشاركة أعضاء مجلس النواب في الاتحاد الدولي في مؤتمر الاتحاد الدولي للبرلمانيين أو الاتحاد البرلماني الدولي، هذا 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 رد على ما يعتقده هو إدخال أو خيانة أو تعامل مع الأجنبي. نحن لا نتعامل مع الأجنبي، نحن في مجلس نواب الشعب ننضويه تحت اتحاد دولي للبرلمانيين، نحن ننضويه تحت منظمة دولية معترف بها عندها 143 عام موجودة تعمل في المؤتمرات متاعها كل سنة وتشرف مجلس نواب الشعب التونسي منذ ذلك التاريخ، ولكنها اليوم حينما يلتجئ إليها بعض النواب الذين يعتبرون أنفسهم محل انتهاك لحرياتهم ومحل محاكمات عسكرية ظالمة ومحل تتبعات فقط لآرائهم وفقط نعم. لتنقلهم ومنعهم للسفر، فهذا كله يعني هي رسالة للجميع بأنه يمكن أن يصعد خطواته في التعامل مع مجلس نواب الشعب وفي التعامل مع كل معارضيه الذين يقولون لا ولا كبيرة جدا. نعم أستاذ العيوني، قبل أن تغادرنا، صحيح وجود هناك يعني تلميحات وتصريحات من المعارضين حتى مما استضبناهم في هذا البلاطو أكدوا على وجود تهديدات فعلية بحل المجالس البلدية، لكن الحادثة نتصور تعرفها أستاذ عيوني في حادثة قتل الخليفة الرابع عثمان بن عفان، يقال أنه عندما دخل الثوار على عثمان بن عفان زوجته يعني خلعت حجابها الفلارة بغاية ربما أن يستحي الثوار ويخرجون، فكانت قولته الشهيرة هؤلاء لم يستحوا من القرآن فكيف يستحون من الفلارة. إذا كان رئيس الجمهورية حل مجلس النواب وجمع السلطات، هل تراه يستحي أو يخجل لو أمر فعل مرسوما بحل هذه المجالس البلدية؟ بمعنى هل أن المخاوف مبالغ فيها بحل المجالس البلدية؟ أردت أن أتحدث فقط في خصوص البلديات، لأن موقعي الآن حقيقة أنا كذلك لا يمكن أن أتحدث خارج إطار هذا الموقع. وسؤالي هم البلديات يا أستاذ، أجيبك على جوانب أخرى، لكن بخصوص البلديات لا أعتقد أنه قد يذهب إلى حد حل المجالس البلدية. لماذا؟ لأن هناك دعوات وهناك أوامر قد صدرت بعقد انتخابات، تنظيم انتخابات بلدية جزئية في عديد البلديات، فلا يمكن أن نصدر أمرا بتنظيم هذه الانتخابات ثم بعد ذلك ندعو إلى حلها، فهذا أعتقد أنه تناقض صريح لا يمكن أن نقع فيه، على الأقل حتى إذا أردنا أن نقدم أنفسنا كرجال قانون وخاصة كرجال دولة ناعي ما نفع، فلا يمكن أن ندعو إلى انتخابات ثم تنتصب تلك المجالس البلدية وبعد ذلك وتركز ثم بعد ذلك نقول ها أنت لا تشتغلين فساق حلك، هذا أعتقد لا يمكن. ثم ثانيا أعتقد أنه اليوم الطرف الرئيسي الذي أعتقد أنه قد أنقذ البلاد ولا يزال ينقذها ودوره جبار في حماية البلاد إلى حد هذه اللحظة هم البلديات والسلطة المحلية، رغم النقائص التي يتحدثون عنها. وأعتقد إذا كان هناك قرابة 30 مجلس بلدي لم يتمكن من إتمام نيابته،
فهذا ليس بالكبير باعتبار أن لدينا 350 بلدية ومسار جديد وتجربة جديدة. إذا لم نتمكن أو لم تتمكن أقل من 10% منها من إتمام مهامها فهذا لا يدل على فشلها، وإنما يدل على نجاح التجربة، باعتبار أن أكثر من 90% من البلديات ومجالسها لا تزال تشتغل وتقدم الخدمات الضرورية، ناهيك وأن دورها كان جبارا وفعالا في جائحة الكورونا. لولا البلديات لكانت الأرقام مفزعة أكثر ولكانت الكوارث أكبر، ولذلك في البلديات نعم. أعتقد أنها تلعب الدور الرئيسي لحماية البلاد، وهي الصمام الأمان لحماية الديمقراطية والانتقال الديمقراطي في تونس. ولكن ليست أكثر أهمية مع كامل احترامنا من المجلس النيابي، رمز السلطة التشريعية، السلطة المستقلة. شكرا أستاذ العيوني، نشكر لكم مساهمتكم وتوضيحكم على أقل الرأي العام، ويبقى الحق رد مكفول لكل من ذكر في هذا الفتوى أساسا المجموعة التي تحدث عنها. شكرا أستاذ العزيز، الله يبارك لك. ونذهب إلى مشاهدة بعض اللقطات، يعني سيكونس من حديث السيد رئيس الجمهورية البارحة أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش. الكفاءة عندهم في الخمارات، الكفاءة عندهم في المطاعم، الكفاءة عندهم في تهريب الأموال، الكفاءة عندهم هي تجاوز القانون، الكفاءة عندنا هي الوطنية. نعم أستاذ علي اللافي، في هذا الخطاب تحدث مطولا، وإن كان لم يتم عرضه في هذا المقطع القصير، تحدث عن المعارضين الذين يرتمون في أحضان الغير، أحضان الذين لا يريدون الخير للبلاد. هل فعلا ارتمى أو يرتمي المعارضون في أحضان القوى المعادية للوطن، أم أن صدر الشعبوية لا يتسع لغير ما يسميهم السيد رئيس الجمهورية بالصادقين المخلصين؟ شوف، أنا عندي رؤية أخرى. السيد الرئيس سرق من ناخبيه، ودائما في أكثر من بلاتو وفي هذه القناة بالذات قلت هذا، وفي نفس الوقت الآن التشخيص الحالة للخطاب السياسي للرئيس هو أن السياسة الاتصالية للقصر الرئاسي هي كارثية بامتياز، وأن الرئيس بعبارة فرنسية وليعذرني معناها البعض، هي معناها أن الرئيس مال كونسيي، الرئيس لا تقدم له المعطيات حقيقية. ولكن نحب قبل ذلك أن نرد على سي فتحي العيوني، نحب نقول له راهو شوف، كي سيارة بتجري بقوة في الطرود ويبدأ ما ثمناش رقابة متاع رادار ولا مانع باش تخفض لها من السرعة متاعها، راهي تمر إلى السرعة القصوى. يعني الحل هو في أن نعيد المسألة سياسيا ونضاليا إلى صاحب السيادة الأصلي الشعب التونسي. التوانس عليهم أن يفيقوا أن النخبة السياسية بما فيها الرئيس قيس سعيد معناها قد أخذت السلطة منه، وبالتالي الشارع والشعب هو الوحيد القادر على تعديل الأوتار. ومثل ما فسخ التوانسة مقولة التفويض الشعبي وتشحيح المسار، مش بنعرف شنو نقراوها، تصحيح انا قلت اي نقول تشحيح، شحح المسار، ايه نعم، مثل مسيرة 26 ومسيرة 10 اكتوبر ومسيرة 14 نوفمبر، هذه أسقطت سردية تشحيح المسار وأسقطت سردية التفويض الشعبي. وبالتالي أنا شخصيا أعتقد أن الانقلاب أسقط منذ يوم 26 سبتمبر كمنظومة كتفكير. راهو منطق أني ني وطني وانت ماكش وطني، راهي مقولة خاطئة، بالعكس هي. انت ليش تحكينا الوطني؟ أنا نعرف لك قيس سعيد وطني، ما تحكيناش الوطني عايش خوي. الوطنية راه متواسك كل معروفين بوطنيتهم. القول أن ثم معارض موالي لأطراف دولية أخرى شبهون أخوي وحاكم بطوبة الخيانة العظمى، أما ترديد الخطاب
راهو لا يستقيم، ما يقدمش بالشعب. وكما قلت في بلاطو البارح، تونس ما هياش في حاجة للهدم، تونس في حاجة للبناء، تونس في حاجة إلى التنمية وإلى خلق فرص الشغل. الثورة اللي يحكي سي القيس سعيد رقدنا 7 ديسمبر رفعت فيها شعارات وبوضوح، الشغل استحقاق يا عصابة السراق. بالتالي اليوم راهو اللي يحب يقدم للتوانسة يخلق لهم فرص شغل، مش يحبس قانون 38. اللي يحب يقدم للتوانسة يعمل لهم منوال تنمية جديد، اللي يحب يقدم للتوانسة يعطيهم أمل في المستقبل، يعطيهم أمل في أنهم هم متوحدين. راهو مع عقلية التقسيم هذه خطيرة جدا. واليوم الرئيس في نفس الوقت معناها يجي يقول، راهو بورقيبة كان واضح، قال الجيش مكانه سكناته والحدود لحماية البلد. أما معناها تجي تسب المعارضين بحضور الجيش، ماذا يعني هذا؟ احنا متفقين على مهنية المؤسسة العسكرية التونسية ونحن صف واحد معها مهما اختلفنا سياسيا، واحنا مع مهنية المؤسسة الأمنية التونسية واحنا صف كامل معها ووراءها في حماية أرزاق العباد وفي كرامتهم وفي حريتهم. مش انه مجلس بلدي تقتحموا ناس تؤمن بالفكر معناها الجماهيري اللي في ليبيا اللي 42 عام ما عمل حد شيء في الأخير وتبين أن النموذج واحد. شنو يعمل معناها القذافي؟ قتل كل الأنصار الملكية وكل معناها المخالفين نتاعو في الأخير، هل بقي؟ لقد ذهب في الأخير، هذه حقيقة. واليوم القول أنك أنت كانوا معك الطيار الديمقراطي وحركة الشعب، اليوم عاش معك تقول لهم مني ولا أنا منهم، هذا بنا أنا خطاب أنا لا أعتقد أنه لا ينفع للرئيس سعيد كرئيس منتخب ولا ينفع معناها التوانسة ولا يقدم لهم التنمية. التوانسة في الأخير أنت كنت تشوف حاجة، التوانسة خاصة اللي عنده أبناء يدرسوا، معناها التونسي معناها 3-4 شهريته ماشي باش يدافع على أبنائه يقريهم دروس خصوصية باش يوصلهم. هذا فيش يفكروا فيه التوانسة، يفكروا أنهم يكونوا عندهم كرامة، أنهم يكون عندهم رزق، أنه الأسعار تكون في المتناول، وأنهم في الأخير خلاص. أما أخويا كي اليوم أنت معناها ما خلصتش موظف الشيمينو فتحطت القطارات فتحطت مصالح التوانس، هاي مصالح التوانس، مصالح التوانس التونسي اللي يهمه معناها معناها ما يهمه إلا المقولات الفكرية، ولا أنتي أنا ضد الإسلام السياسي ولا معارض الإسلام السياسي، أنا قومي ولا أنت مصالحه الحيوية الحياتية، مصالحه الحيوية هي الكرامة وأن يكون بلده آمن وفي أن يتحصل على رزق معناها عائلته وأن يدفع بأبنائه يمكنهم من أن يطوروا المستقبل. نعم التونسي أمنته أنه أبنائه وأحفاده يكونوا يعيشوا في تونس العدالة، تونس الحرية، تونس للناس كل. نعم جميل أنك أحلت موضوع السكة الحديدية وشرفنا وسعداء جدا يكون معنا عبر الهاتف كمال الحرباوي من هذا نقابي رئيس سواق القطارات. أستاذ كمال يا أهلا وسهلا. طيب في انتظار عودة الاتصال، فقط اليوم كان أزرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلاغا تحدث فيه عن تعطل سير القطارات على كامل شبكتها الحديدية نتيجة ما أسمته بالتوقف الفجئي للعمل من قبل الأعوان، وذلك صباح اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021، مع العلم حسب البلاغ دائما أنه يتم قلت العمل حاليا على فض هذا الإشكال لاستئناف النسق العادي للنشاط. ولذلك مهم جدا يكون معنا أستاذ كمال الحرباوي ليطلعنا على أسباب الحقيقية التي وقفت أو التي أدت إلى ما أسمتها الشركة بالتوقف الفجئي، لأننا في الحقيقة شفنا تدوينات كثيرة من سواق وأعوان الشركة تحدثت عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى غلق أو هذا التوقف الفجئي، هو عدم سداد رواتب الموظفين والعملاء. وهذا لما ذكره اليوم أستاذ الطبوبي عندما قال أنه بعيدا خطب الرنانة، هاو مشكل حقيقي اليوم هو
عدم قدرة الشركات على سداد أجور الموظفين. لست أدري إن كان مازال الأستاذ الحرباوي معنا، إن شاء الله ما يكونش انسحب في آخر لحظة، وهذا متوقع للأسف الشديد. على كل نعم للأسف الشديد كان أعطانا موافقته على الحضور. على كل حاصل الخير، تفضل أستاذ في الموضوع هذا. أنا نحب نضيف شيء، أنه قبل 25 جويلية كان ثم برشا مشاكل، ولكن ثم سؤال رئيسي مهم جدا، وأنا كنت مستشار لوزير الشؤون الدينية ما بين 2011 و2014، كنت قريب. أراه لصالير برشا مرات الدولة تبلوكا في لصالير، ولكن إيه، ولكن من الحكمة أن الطرف الحكومي المسؤول على البلاد لا يعلن ذلك، يحرك أمور ويدبر وما تتبانش المشكلة. اليوم بعد 25 للأسف ولا خاف أن تولي أمنة التونسي أن يقبض صالاره، وهذا أنه واحد راهو الموظفين تاع السكك الحديدية هم من الطبقة الوسطى. شو معناها من الطبقة الوسطى؟ يعني صالاره تبدهوله نهار 17 18 ولا 19 ولا 20 راهو يوفيله نهار 23، ويبدا في عملية تدبير الراس حتى يجي الصالير بعده. خويا اليوم 1 ديسمبر والناس ما قبضتش واحد، كان بإمكان تفهيمهم، كان بالإفهام إيجاد أعذار، ولكن أنك اليوم ما تعطيش الصالير بتاعه اليوم 1 ديسمبر. نعم سمعني، أراه اللي من الطبقة الوسطى ما ينجمش يغطي. وأنا نعرف، أنا موظف الإدارة التونسية وأعرف جيدا ماذا يعني أنه موظف ما يكونش عنده 50 دينار في جيبه، خاصة مع التضخم الكبير الحاصل، وبالتالي المرتب هذا لا يكفي حتى ربما لنصف الشهر، وبالتالي راهو يجب معناها ايجاد اليات. رانا في مسار خاطئ، الاسعار مرتفعه والتضييقات الاجتماعيه على المواطنين كثرت كثيرا، وبالتالي السير في اتجاه المعاكس لايجاد حوار ما بين الاطراف الاجتماعيه والسياسيه والهروب الى الامام، لن نجد أمامنا إلا الحائط ولا شيء غير الحائط. نعم للأسف الشديد. هو الدكتور يسري الدالي، هل من تعليق عن حديث السيد نور الدين طبوب الأمين العام تحدث عن تنظيم الشغل اليوم؟ تحدث بصراحة، قال هذه الشعارات الرنانة وهذه البطولات الوهمية لم تكفي لسداد رواتب الموظفين اليوم. والله هو شيء أسف، أنا شيء بكي، مش شيء أسف أنا اليوم، ومش هذا برك، أنا القادم أسوأ إذا ما بقينا في العزلة الدولية، وإذا بقينا نعاندوا في المانحين ونقول لهم أمك صنافة، وإذا كان بقينا ديما اليوم يعني ماناش على الأقل نقوموا بالحاجات اللي طلبوها منا المانحين باش يعطيوك الفلوس، ونتكلموا على السيادة مش في محلها، لأنه يعني السيادة والوطنية هو أنك تحمي بلادك وتحمي ناس بلادك وتحمي شعبك وتحمي العامل اللي يخدم باش آخر شهر يجي شهريته. هذه الوطنية. الوطنية هو أنك وقت اللي الأجير يخدم 8 سوايع ولا 9 سوايع يلقى غدوة باش يجيب قوت أولاده. الوطنية أنك الدينار متاعك قوي مش ضعفه. الوطنية هو أنك تحث على الناس للشغل والعمل والانضباط وتحثهم على الوحدة الوطنية. اليوم سي نور الدين طبوبي وسمعت خطابه وكان بالفعل صادق، كان بالفعل يعني هذا الدور اللي يقوم به الاتحاد. ما انا ومانيش نقول فيها الخاطر اليوم، انا اليوم خرجنا من مجلس نواب الشعب، لكن الواجب الوطني يملي على منظمه شغيله تحمي في 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 في, في مواطنيها وتحمي في في في, في الشغيله اللي تبعتها باش يقول الكلام هذا ويصارح الشعب التونسي ويقول اللي راهو مشينا تو شهر واثنين وثلاثة واربعة
وقال هو في الاخر معناها كما قالها الاسبوع الفارق معناها ماشي في الظلام وما ينجمش يساند واحد ماشي في الظلام، وهذا كلام صحيح. يعني اذا كان ما ثماش رؤيه، اذا كان ما ثماش اجال، اذا كان ما ثماش استراتيجيه، اذا كان ما ثماش حوار، شنو اللي ينجم يقول الطبيب؟ ينجم يقول كان هذا، لانه هو بيدو عنده وراه معناها الاف، كان مش عشرات الالاف، كان مش مئات الالاف اللي اليوم يطالبوا الاتحاد الشغل بانه ينصرهم، بانه يوفر لهم ويضمن لهم انه يجي راس الشهر ويخلص، باش يخلص شيكاته، باش يخلص ديونه، باش يوفر ماكله لعائلته، باش يخلص كراه، باش يخلص ماء، باش يخلص ضوء. اذا كان هذا ما يتمش، كما نشوف اليوم معناها في السكك الحديديه، انا ما عنديش المعلومه الصحيحه، اسكو بالحق ما نصبوا لهمش شهري ولا ماهوش ناويين باش يصبوا، لكن اذا كان هذايا فيا خيبه المسعى. هو المعلومه المسعى استاذ، هو قلت لك اليوم صرح السيد نضيد طبوبي بعدم سداد الرواتب، هذا ثابت، بل انه ليله البارحه كانوا وعدوهم بسداد الاجور ولم يتم، يعني مساله عدم خلاص الموظفين اجورهم الى حد هذا اليوم الاربعاء 1 ديسمبر هذا واقع، ان شاء الله يتم غدا. ان شاء الله يتم غدا. سيد حسين، راهو اشكاليه الاجور راهو مانيش نحكيو فيها بالكدا، لانه الاجور نتاع التعليم العادي اللي كانت نهار 19 ونهار 20 اليوم ولات نهار 26 ونهار 27 ونهار 28، وفي كل القطاعات وفي كل الوزارات لي ريتريتي اللي مستنسين ياخذوا شهريهم نهار 23 متقاعدين. نعم، ثم تذمر كبير في المتقاعدين. نعم، دونك ثم تذمر كبير جدا، مش في المتقاعدين فقط، حتى في الموظفين العاديين في كل الوزارات اليوم، وكأنه ثم كل 4 5 6 ايام الجمعه الاف الملايين اللي المفروض معناها تتصرف في وقتها، اليوم نلقاو ديكالاج نتاع الجمعه، والجمعه هذيك اكيد انه يلزمهم يخدموا بها شويه، يلزمهم يرقدوها اكثر شويه، والله الله اعلم معناها يفرقصوا منين باش يجيبوها. وهذا خطير جدا، خطير جدا، لانه احنا ما نعرفوش المآلات، ما نعرفوش الاسباب، وما نعرفوش. قال منجي الرحوي عندنا شهر نوفمبر وديسمبر، اما ما تكلمش على في جانفي وفيفري. للاسف اذا كان باش تقعد الوضعيه هكا، واذا كان باش تقعدوا منغلقين على رواحنا، واذا كان ماناش باش نسمعوا الناس المانحه والدول المانحه، وماناش باش نسمعوا الناس اللي قاعده تاند الديمقراطيه في تونس، لانه شكون قاعد يعطي في الفلوس اليوم؟ شكون قاعد يعاون في التوانسه؟ شكون قاعد السلطه المحليه اللي اليوم رجعها لوزاره الداخليه، وثم معناها من انصاره وشكون يقود اللي هو باش يحل المجالس؟ وانا لا اعتقد ذلك. راهو الدول الاسكندنافيه وبرشا الدول الاخرى صرفت الاف المليارات، وانا رئيس لجنه تنظيم الاداره وشكون قوات حامل السلاح، ونتبع في السلطه المحليه، ونتبع في وقفنا على انه تقف على ساقيها. راهو الاف المليارات صرفت من اجل معناها دعمها واسنادها وانها تجعلها سلطه محليه واقفه. نعم، على ساقيها، لانه هي لأن هي التنميه. دونك سامحني حسين، نرجع للشهاري. دونك الطبوبي اليوم عنده الحق وقت اللي يدافع على 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 نظرائه، وماهوش موقف الطبوبي فقط، ما نشكروه على الموقف هذايا، لانه بالفعل هذا الاحساس الجماعي، هذا الاحساس الشعبي اليوم اللي للاسف ماناش قاعدين نسمعوا فيه في الاعلام، اللي للاسف شبكات التواصل الاجتماعي اليوم مغرقه البلاد بانصار قيس سعيد، واللي قاعدين يغطيوا في عين الشمس بالغربال. دكتور اسمح لي دكتور، فقط للتوضيح ومهم جدا، احنا ننقل الصوره، نحاول تكون عندنا الصوره شامله. للتوضيح، هو الشركه السكك الحديد هي قطاع عام مش وظيفه عموميه، يعني ثم اعتمادات من قبل الدوله، وكذلك في النهايه شركه ربحيه. ثم صفحه معروفه اسمها حقائق الشيمينو، يمكن الساده المشاهدين يدخلوها على الفيسبوك يأكدوا انه صحيح وقع تاخير في سداد الشهريات، لكن يقول لك
المتسبب الأول هذا حسب الصفحة اللي قلت لك فيسبوك اسم حقائق الشيمينو، تقول المتسبب الأول في خراب الشيمينو هو الاتحاد دون غيره، وتسأل أين نقل البضائع ونقل الفوسفات والمسافرين باعتبارها كانت تساهم في مداخيل إضافية للشركة هذه. يقول لك وقع صحيح تأخير في سد الأجور، لكن ليست المرة الأولى. يقول لك سابقا أول ما تم تعيين بالقاسم الطايع وقتها تم تعطيل الشهرية، أما رغم ذلك لم يقع أي تعطيل لأن الاتحاد كان هو من فرض تعيين بقسم الطايع، يعني مساندة من الاتحاد. المسألة الأخرى هو أنه يقولك حتى العملاء مساهمين بطريقة غير مباشرة في مزيد تحطيم ما تبقى من الشيمينو هم، هذا قلت لك الصفحة والكلام لها، وتقول أن هناك دعم للجامعة النقل. سعلي هل من تعليق على هذا؟ أشوف لابد من الفصل. الساعة هو الموقف من الاتحاد وتعدد الإضرابات والموقف من أداء، هذا مسألة أخرى، لكن مساندة الاتحاد. لا لا لا، الاتحاد كيف نقرأ؟ الاتحاد يحمل معطفين، هو المنظمة الاجتماعية الشريك منذ 2011 وحتى منذ 55، وبالتالي أنه يعطي موقفه من قضايا وطنية هذا شيء، أنه الاتحاد مسؤول على أنه بعض القطاعات تعيش جملة من الإشكالات، أنا منش ما لست مختصا حتى أحدد ذلك، ولكن أعتقد أن هذه الصفحة جانبت الصواب، جانبت الصواب، لأنه الطبوبي خطابه معناها وصل إلى الدرجة الثالثة. الطبوبي من البداية قال إحنا رانا ما نجموش نمشوا في اللجان الشعبية، هذا خطاب سياسي، وبعدها قال إحنا ما نجموش نمشوا حد ماشي في الظلام، هذا خطاب اثنين. ثلاثة، الطبوبي يعرف بين 2012 و2019 قداش من مرة كانت تسمى فجوة في الميزانية، وأن الصلارات كيفاش تحصلنا عليه. حتى في عهد بن علي الصلارات كانت تتخذ من السنساس ومن غياب السيولة من البنوك، وسيولة من البنوك. وبالتالي ما هوش الموضوع الغريب أنه أنك أنت ادمنها تحير في الصلارات، لكن في الأخير تلقى سوليسيون. المواطن ما لازموش يحس، أنت كدولة مشكلتك كيفاش تحلها، أما المواطن لازم يمشي يلقى الصلارة بتاعه. ليش؟ لأن القاعدة في الوظيفة العمومية تقول أنني ما نجمش نعطي العمل غير مستوفى، وما نجمش العمل يستوفى وأنا ما ندفعش. هذا خطأ قاتل لمنظومة ما بعد 25 أن يوصل قطاع ما يخلصش في الصلارة بتاعه، خاصة أن هذه المنظومة قد قامت على مقولة التفويض الشعبي، وأن المواطنين وقت جد المسيرات لضد الانقلاب وكذبة هذا، ولا معاش نجم يقوم بالتزاماته تجاه هؤلاء المواطنين فيما صرح ووعد به. هي أصل مشكلة منظومة ما قبل 25 هي هذه، هي أنها ثم جزء من وعودها لكنها لم معناها عمرها وقفت على نعم المطالب الرئيسية الأساسية. هذا شفت بالتالي فأنا أعتقد أن الانقلاب دخل مرحلة ثانية من المأزق، هو سقط كمنظومة والآن يدخل في مرحلة الترنح قبل مرحلة النهاية النهائية. هذا شوف مقطع من تصريح نوردي طبوبي لأمين عام تونس الشغل للصحافة ثم نعود. للأسف الشديد السيد رئيس الجمهورية سكر على روحه، قال لك أنا فهمني رئيس السلطة التنفيذية، أنا اللي بنتحكم في كل مفاصل الدولة، هو زاد يزم يتحمل مسؤوليته. اليوم احنا يزم تسقيف الأجال الاستثنائية، يزم اعطاء رؤية في الخيارات السياسية ونماشي. احنا اليوم موقفنا واضح عبرت عليه المؤسسات ان المسار الى حد الان يكتنف الغموض، هذا مرفوض، وما نجمش اليوم باش نكون نعطيك موقفي ونقول لك راني معاك في هذا الخيار ونعطي سكه على بياض في اطار الغموض هذايا ما نعرفش عليه كل ماشي. قلنا هذه النظام القاعدي رانا رافضينه الاتحاد من تو. نعم، هو في نفس التصريح علي باش نوضحه سيد نوري طبوبي قال لا يمكن الان ان يكون في تونس من يقول انا ربكم الاعلى، واضح الخطاب. والنظام الحكم الفردي لم ينجح لا في ليبيا ولا في مصر ولا في تونس، ولا نجح بالمنطق ما يسمى بالشرعية بتاع تحرير البلاد في عهد بورقيبة، باعتبار أن بورقيبة رغم عام 71 ما يحكمش تحكم الحاشم تاعه،
ولا نجح في ظل ما يسمى في دولة البوليس ودولة القمع ومنها، وراه مش ممكن ينجح اليوم بأي شكل من الأشكال. تجمع السلطات الكل عندك، هو حتى الإعلام الآن شكون شكون يتكلم اليوم؟ حتى حد ما يتكلم. شكون الدعوات تتم على المقاس في قناة التاسعة وفي القناة الوطنية وفي الإذاعات، كل تتم على المقاس. أنا لم أرى إلا بعض إذاعات وبعض أسبوعيات باش تلاقي فيها الرأي المخالف ولا في الشبكات الاجتماعية. يعني معناها حتى السلطة المناها الرابعة تم خنقها. شكون يحكم فيها؟ يحكم فيها جيمس نوسي ماشي يحب يعمل صفقات في ليبيا باش يدبر شوي منها في ليبيا، منها يعقد اتفاقات باسم الهيكة والله أعلم مني من تالي شنيت. ورغم ذلك هي لن تنجح هذه المسألة. على كل حال أنا أعتقد أنه الآن مسار الاستحواذ على كل السلطات هو مسار خاطئ لا يؤدي إلى أي شيء، لأنه عندما تتجمع السلطة عند شخص يصبح المنطق هو من معي وشكون ضدي. معناها ندخل في المنطق الستاليني، أنت معايا ولا مش معايا ساعة. والدليل أن الرئيس تغشش على التيار وعلى حركة الشعب وقال لهم مني ولا أنا منهم، أخطوا العنوان قال. نعم. هذا خطاب الأمس هذا. نعم. وبالتالي السيد الطبوبي تلميح وليس تصريحا، هو قالها ربما تلميح، لم يذكر لا التيار ولا حركة الشعب بالوضوح. ربما فهمك انت. خطاب السياسي بتاع حركة الشعب والتيار الديمقراطي بعد ما قفزوا من مركب الانقلاب هو حكي الشيء هذا، علاه ما حكيهاش منذ اشهر هذا الكلام؟ نعم فهمني. بعتالي باقي الخطاب ينجم يكون متوجه لبقيه خصوم كلاسيكيين او هذا. نعم. ومثلا قلت كما قلت البارح أراه المنطق القضاء على فكرة سواء كانت سياسية ولا فكرية مش ممكن. الأحسن أن نعاضد الجميع ونبني هذا الوطن، أما منطق الهدم ومنطق التخوين ومنطق أنتم ضد الوطن وين مع الوطن، هذا هو منطق ما يوصلش، ما يوكلش خبز لا من ناحية الواحد واثنين حتى الشركاء الإقليميين والدوليين ما يعطوش بلاش. راهو اللي بيعطيك منا بيقولك هات منا. وبالتالي يرى الحل الوحيد هو الحوار الوطني. نعم. الحوار الوطني، الحوار الوطني. دكتور يسري في نفس التصريح أكد نوردي طبوبي وأكيد أنه على خلفية التعيينات الأخيرة في سلك الولايات الأربع تعيينات في كل من مدنين قفصة بن عروس وصفاقس، أكد الطبوبي يقول بالقول إن التعيينات لا يجب أن تكون وفق المحابات لفض مشكل حزبي بل وفق مناظرة وأهداف معينة وحسب لجنة علمية مختصة في كل القطاعات وحسب برنامج قابل للتطبيق. لأنه رئيس الجمهورية ربما رد مباشر البارح سيد رئيس الجمهورية قال التعيينات توقع صحيح بالكفاءات، لكن هو يقول أهم من ذلك هو الصدق. شو الصدق؟ اسمح لي نعطي السؤال الدكتور تفضل. قبل عهد بن علي في حسين كانوا ثم كلمتين في جرس بعضهم، هي الكفاءات والولاءات أو الكفايات كما نسميها هنا والولاءات. نعم. عاد نتذكر مرة دخلت في نقاش حاد مع تعالي سرياتي قلت راه الكفايات تجي قبل الولاءات، وكنت مصر من وقتها وإلى حد الآن أنه الكفايات لازم تكون قبل الولاءات. وللأسف اللي نشوفه فيه اليوم نشوفه في ولاءات بدون كفاءات، مش ولاءات وكفاءات. والله أشخاص ساعدوا لو كان قلنا والله هذا عنده الكفاءة وعنده الولاء، أما راه للأسف اللي بوست هذوما أو مراكز أو خطط التشغيلية هذية أو الخطط في الإدارة الجهوية أو في الإدارة اللامركزية، نعم راهو يلزمها معناها خبرة ويلزمها يعني دراية ويلزمها قدرات ويلزمها تأهيل ويلزمها تكوين. احنا نفكروا في اللجنة تنظيم الإدارة كنا نفكروا انه نعملوا قانون أساسي خاص بالولايات والمعتمدين والعمد ونعمل لهم تكوين ونعمل لهم انتداب ويولي معناها ثم شروط معينة باش ياخذ الخطة هذه ويلزم ثم تجربة معينة. واليوم نلقاو معناها أربعة وخمسة وستة ولات بدون خبرة بدون كفاءة
بدون بروفيل، لأنه تعرف اللي ثم مواصفات معينة اليوم، وهو يسمعوا فيا السادة الولاد إذا كانوا يحبوا يعني يردوا مرحبا بهم. أعطينا أخويا شنو اللي خدموا في الشأن الجهوي، شنو اللي خدموا في الشأن المحلي، شنو اللي خدموا في المجتمع المدني، شنو اللي خدموا، شنو تاريخهم. ما نقولش نضالي، أنا ما نعتبرش أنه الوالي يجب يكون مناضل، أنا نعتبر الوالي يجب يكون عمل على الأقل مدرسة قومية لإدارة أو مدرسة لإدارة، أو على الأقل عمل شوية إدارة وعمل ويعرف شنو المالية العمومية، ويعرف تسيير المؤسسات، وعنده شهادة في التسيير والقيادة، وعنده شهادة في التواصل، وعنده شهادة في التنمية وفي إدارة العمل الجمعياتي. نعم، وفي التصرف مش فقط في العمل الجمعياتي، في التكوين نحكي بصفة عامة. يعني إذا كان مثلا ماشي بروفايل هذايا، شنو باش نخدموا احنا التنمية؟ يا اخي الوالي واش مجعول هو؟ اخي مجعول باش 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 يتوجد باش يدافع على الرئيس، ولا باش يقول يعاود كلام الرئيس، ولا باش يمثل الرئيس فقط في السبان وفي الشتيمة وفي العصا وفي يعني هاني حطيت هذايا تحت الضغط، وهاني خدمت مصلحة هذايا، وهاني حطيت عيني على التنسيقية هذايا، وهاني ضربت هذايا، وهاني عملت هذايا. مش هذايا راهو الولاية، الوالي راهو موجود من أجل التنمية، ومن أجل أنه يكون حلقة ربط بين الإدارات الجهوية الموجودة في الصحة وفي التجهيز وفي الثقافة وفي العمل الشؤون الاجتماعية وفي المالية وفي القفازة وفي الستاج وفي السونات وفي يعني الوظائف العمومية. يعني بعجالة يا دكتور، الشيرفيس كل رئيس الجمهورية يعني بعجالة، إذا اسمح لي، عندما يعين أربع أولاد بتلك السير الذاتية، الرئيس لم يقطع مع العادات البائدة في الموالاة؟ أنا ما فهمش. قال الخمارات، احنا نعم. كفاءتنا في الخمارات، نعم، احنا كفاءتنا في الخمارات، وهم وين كفاءتهم؟ نعم، هاو خطوهم ولات يا سيدي. الوقت يدهمني فقط، مهم جدا، إذا كان الدكتور سيتابوبي يتحدث على ضرورة أن يكون التعيينات بالمناظرة، رأوا هذا مهم جدا سيد الطبوبي، أن ذكر أن منظمة أنا يقظ سبق وأن تقدمت بقضية للمحكمة الإدارية ضد كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحياة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي لإلغاء الفصل الرابع المضمن صلب الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 3 أكتوبر 2011 والذي أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان، وذلك لمخالفته الصريحة لإجراءات الانتداب في الوظيفة العمومية. بمعنى حتى الاتحاد اليوم يحكينا على التعيينات بالكفاءة، الاتحاد راك مورط لهنا، مورط لهنا. هذا أنا أقول لك حاجة سيدي، اسمح لي الله ينورك، اسمح لي، لا مهم جدا، لا قياس خطأ، اسمح لي قياس خطأ سعلي، لك عندي تجربة في هذا يا سي حسين، اسمح لي يا دكتور، يا دكتور الله ينورك، أعطيتكم ساعة، أنا اسمحوا لي على الأقل أنير الرأي العام. قلت لك اتحاد راهو ثم حتى استشارة في المحكمة الإدارية تدين اتفاقية، مو مدعيها اتحاد كان دافع ولا يزال يدافع على التشغيل في السكة وغيره، يقول نعطوا الأولوية لأبناء القطاع. يعني وين 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 هالمناظرات، وين الكفاءات؟ فضل كلمة ختامية سعيد اللافي، زوز دقائق في كلمة. اليوم رئيس الجمهورية يتحدث، قال الميزانية تنقص عديد المليارات، اليوم سينوري طبوبي يتحدث عن تأخر صرف الرواتب. زعما فهم رئيس الجمهورية اليوم البقري بالكرش، فهم أن الدولة راهي مش شعارات رنانة كما قال طبوبي. دقيقتين الله ينورك. أنا أعتقد أنه رئيس الجمهورية لو هو فهم، مش نعمل فرضية، لو هو فهم فعلا فإنه سيذهب إلى الحوار وسيعود خطوة إلى الوراء، وبيعود للوراء اللي هو تجارة في ضغبل. وإذا هو ما فهمش فسيفهم عندما يجد الحيط قدامه. نعم، بالتالي أراه الدولة مسؤولية. الفجوة في الميزانية نقول لك بين 2011 و2020، وأنا مطلع، وقعت أكثر من 4-5 مرات، وقام شخص لن أسميه حتى لا أحسب عليه،
قام في أكثر من مرة بإنقاذ البلد من هذه الفجوة. اليوم سيد الرئيس أعطيناك الحصان ويلا ورينا توبنا لأنت فارس. فأراه ثم مشكلة تعرف الدعم والبارح قلتها، وبيع المؤسسات العمومية وشروط نص صندوق النقد الدولي وتحبيس المساعدات الخارجية. نعم. ايش باش يعمل سيد الرئيس قدامك كل؟ والله يا ربي عين سيد الرئيس، لو انت ما قبلتش بالحوار وجلست على الحوار اراك باش تلقى قدامك كان الحيط. نعم، شكرا سعيد اللافت المحلل السياسي، شكرا دكتور يوسف الدالي، ومعذره عن المقاطعه. ناخذ كلمه اخيره، ناخذ كلمه اخيره اخيره بعجاله رجاء، دهمنا الوقت. نعم بعجاله بعجاله، انا نحب كمان معناها نوى بحاجه ونشير الحاجه اللي البارح راهو في الخطاب بتاع سيد الرئيس قال كلمه اعطتني برشا امل. قال راني ما نفهمش معاه، اما اذا كان نتفاهموا على مصلحه البلاد مصلحه الوطن، الا اذا كان نتفاهموا على مصلحه البلاد ومصلحه الوطن. انا نقول للسيد الرئيس رانا نجموا نتفاهموا على مصلحه البلاد وعلى مصلحه الوطن ونجموا نتفاهموا كان بالحوار. وهذا ما يجمعنا. شكرا دكتور يوسف الدالي، شكرا علي اللافي، وكان معنا فتح العيون رئيس بلديه الكرم. شكرا على طيب المتابعه، لنلقاكم في حلقه قادمه في امان الله. ليله سعيده.